نروح أيضا لتقرير مهم، تقرير لأولياء الأمور. أنا عبد الله ابني مواليد 2011، بقاله تقريبا سنتين في أكاديمية نادي الأهلي مدينة نصر، بقاله 3 أيام بيحلم باليوم ده. أخيرا جينا، ما كنتش متوقع إن هو جميل بالشكل ده، يعني التنظيم جميل جدا، الكباتن جميلة جدا، كل حاجة مفهمين عليها من قبلها، كل حاجة يوم بيوم، ساعة بساعة، سنة بسنة مفهمين عليها، حاجة بجد جميلة. فكرة جميلة ومحترمة، ونتمنى إن شاء الله إن هي كل سنة تبقى موجودة، نشوف اللعيبة الصغيرة اللي في الأكاديميات مستقبل إن شاء الله النادي الأهلي في الأشبال، وإنه يختار من الناس دي إن شاء الله لعيبة كبيرة تنفع إن شاء الله النادي الأهلي ومنتخب مصر. الفكرة رائعة وجميلة، وطبعا الأولاد مبسوطين جدا، وفعلا يعني هم اتعرفوا على النادي الأهلي بتاع الغردقة، والولاد بقوا منتمين لبعض. مهرجان جميل جدا، ويا رب كل سنة يتعمل إن شاء الله. أول ما عرفنا إن في بطولة في الغردقة ما حدش فينا اعترض خالص، فمبسوطين جدا الولاد ومرحبين بكل ده. فكرة جميلة ومحظوظين إن احنا موجودين، والأهلي كبير في كل مكان وموجود في كل مكان بالطبع، وأنا عيالي في الملعب تحت 2010-2012 جايين من الجزيرة من عند الكابتن رامي، ومبسوطين جدا ورحلة جميلة بجد. طبعا ده حاجة كويسة جدا، إن طبعا بيجمع الفرق من المحافظات كلها، بتبدأ اللعبة تكتسب خبرة من الأكاديميات طبعا على مستوى المحافظات كلها، وطبعا دي حاجة كويسة طبعا، ان احنا حتى بنخرج الاولاد من المود اللي هو بتاع ان انت تبقى بتروح نادي واحد في فترة على طول، فموضوع انتقالات من محافظة لمحافظة دي حاجة كويسة، وريت الفكرة دي تتكرر في كذا محافظة يعني. والله حاجة فعلا مبشرة وجميلة، ودي دايما متعودين من قناة الاهلي على الكلام دوت، والنادي الاهلي دايما بيبقى مفرحنا في كل حاجة، في التنظيمات، في المباريات، في الادارة، في كل الحاجات اللي هو فعلا بيشرف فيها الكرة المصرية والكرة العالمية، وبتمنى ان احنا ان شاء الله نكرر الحاجات دي على طول عندنا في الغردقه. احنا مبسوطين جدا ان قناه الاهلي تبقى هنا مشرفانا، ودايما يا رب نشوفكم على خير، وباذن الله كده نشوف كده دايما الاهلي هو بيلعب في كاس العالم للانديه ومشرفنا زي كل سنه ان شاء الله. ده كان تقرير مع اولياء الامور ودورهم المهم مع ابنائهم اللاعبين.